فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أنا امرأة مقيمة في هذه البلاد ولست من أهلها، توفي زوجي يوم الجمعة الماضي وأولادي وأهلي ببلدي وليسوا هنا، وليس لي إلا أخ لي وليس معه أهله، هل يجوز لي أن أسافر قبل انقضاء العدة، خاصة وأنه ليس لي من يعولني هنا؟ نعم، إذا احتاجت إلى هذا فلا بأس تسافر، الحمد لله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.